أكيد صباحكم خير ونور سرور. أبوي عضني الدنيا البارحة قرجت من الأمطار ونحن خبر خير، ما حد درى به المطر ولا حد سمع به، لا مرعد لا همك الله لا هم يحزنون لا عندك لا إليك، سايلنت مطرهم مستوي ما شاء الله. المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير ومبارك عيدكم. أيامنا أبوي كلها نحن عيادها بلا أول يوم ثاني يوم، أيامنا كلها عياد أعياد بعياد، اللهم لك الحمد. يا الله يا رب لا تغير علينا إلا إلى الأحسن. أحسن عن شيء بعد ما شيء كان صقف هناك في كبد السماء يمكن المراد. واعي من صباح الله خير وراقد البارحة من الوقت 12:30 ولا عندي هبوي في الشيطان طريج وبخير وسهالة ومصبح رقم واحد. لا وكذا تريكت بعد تريكت اليوم هذا، هل يشوفونه وهرت لي لبس اليوم هذا، اليوم خاكي بخاكي، ترى ابوي ما بخاكي ترى جيشي جيشي. زين شو اسوي عاد عيست كل يوم خضر حمر اصفر. زين بس بنرمس خلاص ترى زين يلا ضروري عاد نرويكم اللبسه ارويناكم اياها. المشكله ما تظهر سيده، كيف تظهر؟ لازم شي لك ما تظهر واضحه، لازم تدور تحت الليت. زين ترتحت الليت ما يظهر اللوك، والحين لو بفترجي ما بشوف عمري ما يبين والله. زي شو رايك؟ يبين؟ يبين التليفون ها اليوم ها على ما تشوفون رصاصي برصاصي. لا البنطلون جيشي جيشي البنطلون. يلا اليوم اول ما بسير جدا كنزكتن هاي ستريت عكس السير شي جدا الطريق اللي يودي اولمبيك. الأسواق اللي هني والأماكن ها ما يتم سنين. فما يكتعني يمكن هني يبين إيه ظهر البطين ظهر البطين ظهر البطين. زي شو أسوي لك الكل زين تقاشر علينا سيف حمر عين تقاشر علينا برشوت شي طبيعي ما تريكت شويونة شو اسمه أناناس وحين عرف ريح هلال بن محمد ويعان وهلال تو عاد يطعطع وحده هنتين. مكان هذا اللي يحبكم عنده مخبز عنده شي فنان يعني شكلها مغري تاكل لي اي شيء لازم في شيء فنان من هذا كله لازم شيء بيوزي. استشرت اللي تبيع شو اخير شيء فيها قالت لي اذا تبى شيء فيه ملوحة هذا في نوع سمسم المونتين سمسم الأسود اللي تحيدون اللي شرط لي من فارس والسمسم العادي وتقول لي داخل شيء جبن يعني العلم عاد عند الله. زين زين الله وعنده يازلي شكله حق واحد لتي طلعت الله يحفظكم فطيرة مثل فطير المشلتة مال مصر أعتقد هالمخبز تركي يمكن تشمي طلعت فطيرة فيها جبن كانها شكلها والله مغري عيبتني كشكل الحمد لله بعد رب العالمين راد لي انها شيء زين. ابوي رقم واحد ترها رقم لا ربس الجماعة رقم واحد ابوي فطيرة رقم واحد داخلها ملح جبن فتة تشيز ولذيذة زيادة على اللزوم مش عادية بس بغيت اخبركم هاي لذيذة. الرجال قال لي لا تصور بعد ليش اسوي عاد قال لي لا تصور شو اسوي الحين المشكله قال لي لا تصور ها لا لا ما بيس اصور لا لا خفيف رابط مشترك بين جوتي هذا وجوتي هذا يا مرحبا ابو علي الله يحييك كيف حالك الله يسلمك الله يسلمك يلا الله يحافظك بارين تونت المخبز هذا والله مرات يوم نلاقي فيه مكان يوم نلاقي يكون في زحمه ها؟ في زحمه اقول لك هاي الفطير اللي انا طلبته رقم واحد تريكت انت ولا بعدكم؟ ثاني مره يوم بتي ضروري تطلب من هذه شيء وايد زين لذيذ بمعنى الكلمه عبد الله الهاشمي الله يسلمكم من ربع حياه الشيخ حمدان بن محمد وعتيبه يمكن من 40 45 سنه
هي والله حول 45 سنة أو 40. وترى أحمد الهاشلي وعبد الله الهاشلي إخوان، وهذاك عاد هنا ما شفته من بقولكم أكثر من 40 سنة. لا المدرسة أصورك وحين رقت الرجال هثرة أخوه إخوان. والله مليون مرحبا أبو علي. شو طالب الحين هذا شاهيك؟ شو اسمه؟ هذا شاهي تركي. شاهي تركي قول لي. وهاي فطيرة تم قرب الله الأتراك ما لدلة فطيرة تم. شيء غريب عجيب. ضروري تطلبونها أزيد. هي نعم. الله يا أبو خمين حقي النمون ها. قلت بها يا حبيب النبي. يعني لو ما كانت فنان مستحيل. شيء غريب عجيب. رقم واحد. رقم واحد. هي والله. You have to try it. والله believe me. Nice. يلا ها just now ها. I eat it. Just now. You will feel you are dreaming when you eat it. Thank you. والله I'm not joking. ها؟ هاي يوم يقول لك من بغى شيء ودر شيء. أشهد أني أبوي طلبت وحدة سفري وحين ما أخذناها حق أبو محمد هذه ها. أبوه إن شاء الله نحب جاي حق أبو محمد 90% إنه ما تريق. ورديت لينكس قال لي أنا الحين توني نازل. قلت له عيوني يعني دقيقة واحدة بيك. يلا بردنا بردنا المسخلات هذا. المهم وأنا الحين ظاهر تاير. ولأن أبوي قروب كامل فندق بكبرة أنزور لين عيني وحين أكلهل على الظاهرة أكل مسوي تشيك أوت تراها يحافظ على هاي لابسة أبوي مزري ما زلنا لبسته بكا زوه. هلو عليكم السلام. Good morning. How are you؟ إن شاء الله حاضرين 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 حاضرين. عليك السلام. يلا يلا عيد مبارك عيد مبارك. كيف حالك؟ الحمد لله شخبارك؟ أنا رقم واحد زين. ما شاء الله. I like to know what's your good name. Alison. Alison from العين. العين قولي لي. روم العين. أيوة ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم everybody. دبي أبو دابي راس الخيمة عجمان فجيرة the whole Emirates. ما شاء الله ما شاء الله. انت الحين محمد. محمد محمد بن عبد العزيز السركال. وهذا الرجال ابوك اللي ما طاعي خلينا نصور صح. هالرجال ها شو تحرت وما يبى التصوير. ايش حالك؟ الله يحفظك. كيف انت؟ الله يبارك فيك. انت يوم بتمشي الحين لا تقول انت الحين يوم بتمشي لا تقول هذا ابوي، قول هذا اخوي. اخوي ها محمد. اي والله ما شاء الله عليه تبارك الرحمن رز وعود وجسم وشكل. الله يبارك الله فيك ويطول بعمرك ولا يخليك ان شاء الله لا منه ولا من اسمه. الله يسلمك. ترى ابو محمد ابوي ناخذ لنا كوفي من هالمدخل عاد. وهذا تعرف انت ما بعيد وهذا الممشى اللي تمشي به العرب. وهذا ابوي ناخذ لنا كوفي من محمد ساعد. وهذا حمام لندن الاولي اللي كل الناس تعرفه. هذا حمامك انت يا لندن مش موجود الا في لندن. يا ابوها كل ايام في سوق الشارجه يا غير ما عاش. والناس حاولت تكاثر منه عاش عندهم بدة بسيطة. وعقب أبويه ما وبلوه بالكنديشناته ما يقهر الحرف فقير. اي والله هذا حمام لندن اللي العرب تعرفه السنين الأولية. وهاي ها هاي الشيرة يسمونها المستحية. هاي الحين تبتدي عادة تنزل ركونها هنمونة. هاي اللي تشوفونها شرات مسمينها المستحية. شفت الحرمة اللي لابسه شيلة او الحرم ترى ولا الجنبيات اللي الاول يلبسن شراث الطرحه شنيول هالنمونه. هاي يسمونها المستحيه. هاي عاده في الحينه تلحف ابوي يدوعها وصلوبها كامل روحها بورقها لكن يوم بي عاد الشتاء الله يشل حياها كامل تازم ابوي على الحميد المجيد ورقه ما تايدها تازم صلوب. شوف الله عليكم هالشر ما زين. هي نعم ها فوق واحد يروم يبني صندقه صندقة فوق هنا كيف في اليامعة هالي فوق صندقة تروم تبني أبدا تروم تبني قيض هي نعم بغيت تقيض لو تشتي عاد على هواك أنت ما زين لأ لبسك يا أبو محمد. هذا عمرك يا وعمرك لك ما أحس إنها وايد رجالي يا أبو محمد. شو هاي لبسك زين شو تباني ترى يلبس وايد عاد رجالي زيادة على اللزوم. أملح بملح أملح بملح بعد الباح يحيك لبست زليق أبو طير هذا بوردة. أقولكم أبوي هلال خلانا نجلب الضبة خلانا نسير جدا نايس بريدج. قلت له
خلنا نسير أبوي وين كنزكتن هاي ستريت. كنزكتن هاي ستريت الحين يرمس أبوي الشامسي ولد الدويس. الحين سائرة وين البيت ريقود. والله إنه ود الريوق اللي أنا مودنا حقه ودره هناك في الهند. وشد إنه بيسير وين بتسير تريق؟ ما أدري والله يا أخي بيشوف شو. الحين وأنا شال اللي جايب لك ريوق العرب كلها تدري إنه شال لك ريوق. بتجيب حبه واحده. لا انا ما بودي عشر عن ابوه. بتعرف ان عندي بعد ناس هنا. لا 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 وحده بعرب غالي باربع بام ثمانين بنس زين. ولي 100,000 اللي داخل انا ايش شده والله يا هاميه. انا ابوي لو عندي امي والله ما يلف دقيقه. الخزنه كم ساعه حب ساعه البارحه شيء غلطه مطبعيه كانت. وانا اتكلم قلت بدال ما اقول مسكه جام قلت مسكه باليس السندويشات الاول. هي والله ما ادري منو طرشوا لي 40 ادمي اظني ها كل من الجيل الطيبين حليلهم. وانا اتحرك صوتك هي ترى ما شاء الله وايدين باجي من الجيل الطيبين. ولما حبي يعرف هاي مسكه جام. مسكه جام اسمه سليس في هذا التوست يقطعون الاطراف هالحب البنيات دور ما داره ويحطون لابوي من قواطي الزبدة هاي اللي شي مثل الذهبيات يدهنون ويه التوست ويحطون فوق أبوي جام. جام عاده مال هب مال يح شو اسمه هذا الطيش تعال جاي يبيعونه زين هذا هي نسيت عاد شو اسمه مال مال خوخ كان ولا والله ما اتذكر شو مال الهلال. هذا مخطف الخيل ترى ها خطفنا البارحي هالي بين البناية هالي قلت لكم عنها البارحي وهاي البناية عبرنا بوي الطريق هذا ومشينا بارك الله فيكم. الحين يفوي هنا فندق بلغاري اللي ساكني فيه العام قوم مرشد وثاني. وحين هالخنخوش يظهرك بوي على الأسواق لي منك أدري بتوني خبرت العرب كلها وين ساكن مرشد. والله ما خليت حد ما خبرته. هذا قلت هاي خنيخيشات اللندنية الفنانة. ترى أبوكم ما يبي يصور أدريبه. أنا سجل صورته أول بادي. شو اسمك أنتي؟ سلامة. بالقو. قولي سلامة. سلامة. زين سلامة بنت منو؟ سلامة شو؟ سلامة بنت أحمد. لا بالكامل. أحمد بنيل وغيره. إي وأنتي؟ نورة. نورة بنت منو؟ بنت أحمد. إي. بالكامل. تعال خلي ورا البنايه اللي من هناكي حق تظهر البنايه هاي الحلوه. زين شفتي اقول لك هذا ابوك الحين شفتي الجوتي هو اللي ماخذنا. انا عندي ابوي شراته. اي عطي يالله يلا يلا عندي اثنين شراته امس جايتني اثنين امس هديه وقبل عندي بعد اثنين. وابوك الحين يتخقق يتحرم احد عنده منهن الا هو. حطينا عليك شوي المقص. اي مول منهن؟ زين هاك دبي وحين غير حين في لندن. رفع التليفون فوق اسبه شيء غادي قصير. زين منو يدك تصوير حق يدك؟ يدك منو؟ لا بروي بقول لك خلص. منو عاده يدك؟ مو بقول عاده في الفيديو ما بقول. ليش عاده؟ جينا من طرف الكارلتون اللي هو الابو الحين كارلتون عقب خلفوه سموه فندق جميره. وجينا احنا ابوي حق لتو. لتو ابوي لتو فل اللي خارج اكثر عن اللي داخل العرب. ولا بعارفين شو نسوي الحين. ما يبون يتمشون قوم هلال. هي كل يبون من كوفي لين كوفي من كوفي لين كوفي. هاي شغله. شوف الله عليكم يا رب مسوي لعن بوانيش وعم ما ادري شو. يعني نحن تحينا مشكله. معقوله نحن في لندن يرمس عن بوانيش الا عن ما ادري شو تاحوا هو انا ولا الهلال فارين عليه من الصبح. ها يطري عليه شوي هذا يرمس ابويا وضايع الطياره. شوف والله إنه ماله مهرة ليرمس عن الطراريد والبوانيش وعن ما أدري شو هاي لك ساعة شرين ما أدري وين ساعة شرين مسكر بوحاقول وساعة شرين ما أدري شو وساعة شرين الداعبة. أوه في لندن شوف أنت وينا بعد بشيركم فندق اللنتر
سيرين على جماعة بعد ما لقطناهم، ما الله كتب لنا نصيب نلقاهم يوم الله يوم الله يريد يوم الله ما الله يريد. هيو من السودان يعني الله يحفظهم، من السودان يعني من السودان يعني السويد يعني هذا المقصود. يا صور عمري ترى لازم بالجلبي ها مظاهرات، هي مظاهرات، هي مسيرة، مسيرة شيء مال فولفو شن ولا شو هذا؟ شو فولفو شيء شيء بالعظمة يعني خاطر مستوي شيء بسيط. شو ظنكم اللي منكم يعرف يخبرني حق يسأل فلسفة على العرب اللي ما يعرفون؟ أنا روحي ما أعرف، اللي حد منكم يعرف يخبرني حق أخبر به العرب. ها الموقع وين بنايتي اللي تحيدونها اللي أقولكم أحبها مرة العام بعد نفس هالوقت كان عرض جميل، خيول ورشاب وما ادري شو كان، اليوم غير. What's this? What's happened? It's animal rights. Animal rights? Animal rights, yeah. What for? The protection of animals. يقول مال animal. Reduction animal. Reduction animal. يقول what's the meaning for adoption of an animal? Protection of animals. Protection animal? Yeah. What does mean? Animal, you know, like human rights. Huh? This is animal rights. I يقول لك animal right, ما protection right. Yeah. Huh. Protection animal. ما animal right. ما تقولوا ما قلنا لكم. قولوا ما تعرفوا. ها خبرناكم كيف ها انا من رايد ابردكشن رايد ها ها والله حلو شفت الناس تربع ربع كنا شايل بحر في خاطري والله عارف السالفة أميضة الناس كلها تعرف إلا أنا شنوبي زفه زافين ابو الزار زافين الزار هذا زفيه زار ابوي وهذا ضيفكم شكرا شكرا بار ثانك يو ثانك يو ثانك يو براذر ثانك يو هذا ابوي عنوانهم اللي بيشتركوا وياهم ها حبش زار ونوبي زار ونوبي يا رك الله يا رك الله ايوه انصرك الله يا عتيج يا عتيج ويا عتيج صرك الله يا عتيج يا عتيج وخيب مكثرهم اظهروها العروس اظهروا العروس اظهروها ابشروا بهالعروس ابشر بالعروس العروس اظهروها جت العروس حتى هي ابوي كله عسب العروس لا تقولون ما حد قال لكم يا سلام سلم يا سلام سلم شو العالم ها اللي يطمش من شارق ومن قار هذا مرحبا مرحبا حليل مرحبا شو يا ربي بعد ان شاء الله اعرف عرب هناك
دوم يوم يصور مسوي الحركة هاي ما أدري ليش. هذا علم مال ماتم عندهم بعد. هذا أبوي علم الماتم. نشوع إعلام مال يا رب والله إن نشر مال ماتم. تقولون ما قلت لكم. Shut your mouth, قالوا. أبني. خيب 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 يا العالم. عليكم هذا ما قصرني أنا عدالة. طالعوا بالله عليكم. طالعوا 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 عدالكم. حليلي حليلي. طالع ما قصروني عدالة. أرب الله تما طولة. أنا أبو. ما خطوا له طول ارباعته كلهم ابوي. بس عاد عليكم بس عليكم. شو السالفه عاد انا ما ادري اللي منكم يعرف يخبرني. هذاكني حبي يا ياس يصور بعد. أو. ها الخالدي الخالدي خالد الخالدي سمعوهم. ها ما ادري يقول خالد الخالدي ما تسمعونهم؟ كذا امك شي يقولون الاسم ما سمع. يقولون اسمك. سمعت تمام؟ يبون يحطوني انا بهذا في المؤتمر. ها 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 يا الخالدي ما ادري شو بلا ايه What for this one? It's for the dairy industry and how they kill baby cows. They kill baby cow? Yeah. قرب لهم الله. We are not killing. Yeah, you do it. No, we don't. No, we are not killing baby cow. Yeah, حرام. They do here and you. قرب لهم الله. قرب لهم الله. ما يخيل. No good. No good. Kill baby cow. Hey, والله. Yeah. Hey. Thank you. Thank you. اللي تشوفونه كل ابوي هالصدع وهالديار كل عوان عسب ما يذبحون لعيوله. لا ذبحوا البقر الكبار المعسي لحمهن لعيوله ممنوع حد يذبحهن. لا تقولون ما قلنا لكم. ايه خلاص ممنوع لعيوله ما حد يذبحهن. صبيب المطر ايه يا سلام سلم. هات ابوي الامبريلا يوم المطر ومن توني ظاهر من الدكان وقف المطر. هذا ابوي يسمونه ذا جراند اللي يقول لك ما تريق في هالمكان ما كذا تريق في بقعة رقم واحد يصيحون منها. أنا ما أعرف ولا يربت. كان أتوقع إن شاء الله بكرة بيكون ريوق فيه أول الله إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. ريوق عاد ما ندرى يعني ريوق هو يعني للساعة 11 ترى هالمصيبة لين نسبح ولين ما أدري شو نطاطع يعني. ولا والله بيني وبينكم عيبني هذا اللي مال اليوم كان ما يصير إلا مال اليوم نفسه هذا اللي تريقت عنده التركي باشر تريق عنده رقم واحد عيبني. واللي تعرفه خير من اللي ما تعرفه. هذا أبوي الكوفي اسمه فيرتمن أميسن. هذا الكوفي بارك الله فيكم مال الملكة. صحونها أكوابها استكاناتها كل شيء تحبه موجود أبوي هنا. وما وسووه في دبي لكن يقولك ما مشى في دبي ما مشى لكن هو حين ماشي ما شاء الله خلق الله ما خلق عيونه. هذا أبوي على هالشارع نحن طيارتنا إن شاء الله باشر المساء يوم الاثنين. أبوي الدنيا كلها مبندة فيك انت يا لندن. يوم الاثنين الدنيا كلها مبندة. سبه ان هوليدي بنك عندهم هوليدي بابوكم يينا المقهى يلسنا وبنحمل مزروعي. هذا ترى مزروعي بعدين يتخبرون عنه يقولون هذا بنحم بنحمل. هذا ما بعامري أبوي. هذا ما بعامري سالم بن حمدان بن مفلح المزروعي. هذا بنحم المزروعي. ها ما تشوفونه أملح مسمين على سالم بن حم. مسمين على سالم ما كفو منو يوصل مواصيله سالم بن حم. حل كفو يوصل مواصيله. هذا يا أبوك ها وين نفذ وينه والله أني يلس ما قال لي قرب أثيلس مكاني ولا شيات انت أكبر عني ولا شيات. المال السايب المال السايب يعلم السرقة. المال السايب يعلم السرقة للكل منكم والجميع في لندن ولا غير لندن في اي بلد في الدنيا العودة. يوم بتمشي البنادم لا تيلس تتزبر بتليفوناتك او تخلي اشياء كارفة ولا مجوهرات ولا شيء ثمين. ترى كنت الحين معروف يا البنادم لبست الثمين ولا لبست الرانجول ولا لبست اللي يعني قصدي اللي ما بثمين معروف انت
ما يحتاج انك انت تظهر عمرك بملابسك وبلبسك، يعني ان هذا اللبس الفلاني، ولا تاخذ شيء من مكان معروف وتيس تطلوح بالقراطيس. هاي كلها حركات ما الاول والناس عيزت منها، والاشياء هاي حاليا تعرض الشخص الى التهلكه. فما شيء وازنك يا البنادم انك انت تجلس تعرض عمرك، فينبغي لا ترموا بانفسكم بالتهلكه. ما حد ابوي يرمي عمره بالتهلكه، وتخلي عمرك ابوي مرمى هدف، تخلي عمرك مرمى هدف، شبح محطوط وكل اللي يثور جدار. اي نعم، بتلبس شيء مثمن، وبتلبس تشيل شنطه، وبتجلس ان شاء الله انك تليفونات ثلاثه اربعه تطلب وحبهم بيديك، فيقولون ابوي هذا لازم، فيمرطون عنك. رضيت ولا رضيت؟ ما بعه هواك. يا رك الله. هذا يوم طاح الدور. فلذلك ابوي لازم لادمي يركز وهو يمشي في سيرته في ييته على عمره، كثر ما يروم. لا تقولون ما حد قال لكم. يقولون ليش رمس هالرمسة قبل ثلاثة ايام؟ نمشي انا وهلال وجدامنا بنيات، نحن نمشي هنا في البكادلي، جدامنا بنيات والله بشيلهن من هالوين والله ما ادري، لكن اعتقد انهن من هالعراق ولا من بلاد الشام، المهم حجبات. هم متحجبات عند الحجاب اللي هو حجاب؟ لا، جيتك عما تقول ما جيتك. بيننا وبينهن ما يقارب 20 او 30 متر، وانا وهلال كتف الكتف نمشي، وخطف عدينا واحد عنده سيكل في نص. شفت الزحمه هاي اللي تشوفونها؟ هالنمونه الزحمه. هذا اني رياضة اليوغا خطف علينا، اقول لكم واحد شرات البرد. شفت الزحمة هاي؟ هالنمونة يمشي بيننا بسيكله سريع خال. وش لكم انتو؟ انا اقول حق هلال قرب الله تشوف ايش قال مسرع، شوف ايش قال مسرع. اقول حق هلال وش لكم انتو؟ ان البنيات اللي قدامنا اسمع وحدة منهن تبغم بربها لي خالجن، تباغم بربها لي خالجن، واو وتباغم. والناس كلها ورا الحلال والدرني، وصار يركض ورا هذا الراعي السيكل. انا قلت في خاطري شال له وليد صغيروني تربعه وشلع عنها وطرق. والله العظيم شي صار في بالي يوم سمعت الزعيج والبغيم، وترضرب عمرها باليدار وتصفع عمرها وتطرطر كناديرها ويا خيب 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 خيب. ما حد يسوي شي الا فراق الظنا، كان مفارج ظناها رضيع والقفة وخطف. والله العظيم شي فكرت، تدرون شو طلع؟ طلع ابوي هذا شل عنها تليفونها وهو خاطف، وهالبغيم كله يمس ودة الوي عسب شلت هالبغيم كله على اساس شل تليفونها. ما ادري شي التحاله هستيرية، ولو شل تليفونك لمت العالم. ما تم آدمي في الدنيا العود ماية، ما تم آدمي، التمت العالم كله. والله العظيم يوم يت لأن هلال جايني ناهي آلاف غير هلال كذب. هذا أنا ولا احترقت والله، ما كنا خطف شيء من هالموضوع. يوم أقول لي هلال العرب كلها ركضت ورا الخال، ما حد لحق عليه. يقول شو مستوي؟ تدري شو مستوي؟ اتحرش ولدها ترى ابو شال تليفونها، البغيم هذا كله عسب تليفونك. والله العظيم انها مصيبه هذه. فاستعجبت من هاك الزعيج والبغيم، هي وياها مجموعه واو 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 بغيم واحد. فلذلك ابوي اللي ممكن شال شنطته تتحذر عليها، واللي ممكن او شوفوا هذا في الاماكن الزحمه اللي هالنمونه ها هالنموني ينبغى لادم بدكم حد يخطف يشيل تليفوني. زين الاماكن اللي هالنمون ابوي ما حد يشيل تليفوناته ويلس يطلع حبهم بيديه ثلاثه واربعه. شرات حد من العرب ها ابوي تليفونات اثنين الحين بيديه وينهم؟ توني شفتهم والله. ها كان زين لو يخطف علي هذاك الرجال اللي خطف على بنيات امس. فالمال السايب يعلم السرقه، احفظ مالك ولا تتهم يارك، ما بالك بتشل ابوي انت شيء بتازم تطلوح بشرق وغرب وتساير يا يخري مري شوفوني. لا ما يستوي، لازم الادمي يتقى على عمره في بلاده وبلاد الغربه، هبله في بلاده
بلاد الغربة وبلاده. ما زين لها البناية أبوكم. خيب كم خيب خيب خيب. عين أبوها معرضها هالبناية. عيسى تحمل يا ريال، هذا أظنيها هذا عمدة بريطانيا. ليه قاز له هالأرض هالكبر؟ ولا مستحيل إن هذا مقزوز تله ولا وقت الرخص اشتراها؟ عين أبو حلمت إن يعني هذا عطية الحكومة؟ لا لا لا، الحكومة ما بتعطي هالأرض هالمتن. عنبو أرض تجارية طولها عرضها تقريبا 500 متر. لا لا لا، لو يكون ولد منو؟ لو يكون يده اللورد؟ مستحيل. أبويه أكيد إنه شارنها مشترى من ورثه. يكون هاي الأرض هذه الله يحفظكم، أنا أعتقد بالعلم عند الله، أنا أعتقد أن الأرض هذه الله يحفظكم مقزوزة حق ورثه، حق ريال واحد وهو إخوانه. سيده نزيد. الأرض هاي مقزوزة حق ريال ويا أخوته سبعة هم من أم وأبو. روح لك منها. ونش وتوفى الأبو وتوارثوه هالأرض، هاي الأرض اللي صورت لكم إياها البناية، وبناها لهم البنك اثنين ثلاثة لعيبة وعيالهم أخس ودعس. نشوا أبوي باعوا نصيبهم كله على أخوهم الأصغر. أخوهم الأصغر كان يدرس في أمريكا ودرس ونمى تجارته وما شاء الله وتورع يعرف وعلم وخبر، والله سوى ثروة. يو خذ أبوي النصيب مال عمومته كلهم لحيين، تم عاده من عمومته الورثة. نشى الله يحفظكم وسوى محلات تجارية تحت وخذوا منهن هاي العيال. ونش عاد خسروا عطاهم قرض وسووا التجارة، عطاهم قرض والقرض الله يحفظكم، القرض الله يحفظكم. وين سير؟ وين ظاهر اللوادم هاي هلال؟ سير وين ظاهر العرب هاي كلها هالمهية؟ انزين خسروا في تجارتهم. نش ابويه وعطاهم قرض، قرض الله والإحسان. نش خلاف ابويه خسروا والريال يبى بيزاته وازم يداينهم، وهم الا اليوم وباكر اليوم وباكر. ماشي ابوي عد عليهم مقترح، بطي ابوي قال لهم ابوي اعطوني انتوا الارض بالبنيان اللي عليها والبيزات، كان الله انا سامح من الخاطر، لا تطالبوني ولا طالبكم. ونش ابوي ضم البنايه هالعريضه كلها باسمه، ولين اليوم، لين اليوم هذا الارض هاي سوت باسمه. أقوم هلال دخلوا عند راعي القحافي هذا زين، والرجال عاده هذا الله يحفظكم معرس وراس مال بنيه وحده، والبنيه تدرس واشتحن فيها واحد من هالدارين من السعوديه، وهذا من هالدارين واحد رجال ما شاء الله مقتدر وعزر على هله الا ابى اخذ بنت الوادم هاي. قالوا له هل من السعوديه؟ نحن ابوي ما برون يبوسك البنت هذه، لو ان ابوها من اغنى اغنياء بريطانيا لكن لازم تكون مسلمه. وشد انها اسلمت وملكوا وعرسوا وحين عندهم دردور من العيال. يلا بس عاد عليكم. يا سلام، يلا ما بزين عيال، اللي ما بزين يقضي عليك زين يا ابو محمد، اللي ما بزين يقضي عليك زين. الله يسلمك. شلون هذا ليدي؟ يا رك الله انت. وين اشوف؟ ايوه هاي 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 هاي، ايوه ابدا رابن هود لا شريك له. شو اسمه؟ رابن هود المر. لا المر سايز بعد دير سايز والله كان يصير اول مره اعرف المعلومه ان الكبابيس الهن سايز. ها شوف انت هني، ها مالكم هذا محمد هنيدي عزر علي هذا بينا، قال لي لا تلبس كاب ما اريده ابوي، قد يتشني حمالي. بالنسبة للشباب يوم يشوفون بنيات يمشن في الهايد بارك يسوي الرياضة ولا شياته، كل واحد بتليفونه وشرخ صور. هل هذه هي مرايل يعني؟ يعني الأدب والأخلاق واحترام بنت عمك ويارك وبنت بنت بلادك، هذه الاحترام هذا يعني بس معقول يعني بس عندنا في الامارات؟ الاحترام هذا يعني بس في الامارات؟
يعني بنت عمك وبنت بلادك ما لها احترام، هلها ما لهم هيبة، ما لهم مقام، ما لهم سمعة خارج البلاد. يعني اللي برا اللي داخل البلاد ممنون، خارجها مسموح. كيف ترضى انت على عمرك؟ كيف ترضى انت يوزلك ان حد يصور شوفاتك يصور هلك؟ ما حد يرضى. فلذلك اكبر عيب، اكبر عيب. امشوا انتم شيخكم فيه اكبر عيب انك انت متوهم في كوفي ولا في قهوه ولا في مول ولا في شارع. عيب لازم يصور لي بيت تصوير، واللي ما يبي تصوير ما حد يصوره، ما حد يصوره. كان ذكر ولا انثى؟ انا اللي تشوفوني اصور والله يا ما عليك من هالحركات، ما واحد اصوره وهو ما يبي التصوير، مستحيل. انا ما بدي ما في حاسيه، لكن انا ما اصور بنيات لا انا ولا غيري. منو يرضى على عمره؟ عيب، اكبر عيب هذا في قص خشوب، اكبر عيب. كيف انت ترضى على نفسك انك ترضى على الناس الشيء اللي ما ترضى على نفسك وعلى هلك؟ حتى عيال ناس وعرب قبائل ظاهرين من دار لندير يبون يتفريون، يبون يتمشون، يبون يتكشتون مساكين، وانتو ياسينهم بالمرصاد كل حد بكاميرته كل حد بتليفونه. منو يرضى عاد منكم؟ اكبر عيب والله. ولا يتختلون الا اللي يسوون رياضه. بيزه يظهرونها من كلب نقط كلب، شو تحرون؟ يظهرون البيزه من نقط كلب قبضله طنقط يا معة العرب وصفق او حصل لبيزات يو اسبوع ابوي ما تصفيج بيدي عن لجار، اسبوع اللي عقبه ابوي بيدي عن ثيابه، اسبوع اللي عقبه بيظهر ابوي بيدي الاقصاد مال العود مال جيتار هاللي دقه، واللي عقبه ابوي بيدي الاقصاد مال الشقه، يعني واسبوع اللي عقبه بيدي مال النجار، يعني والدنيا مطرجه. شو التحرون؟ كل ابوي انسان وعنده صرفه، كل انسان وعنده طريقه. شو كيف يظهر البيزه؟ كيف يظهرها؟ يظهرون ما زين للمبكر. يا حافظ على المبكر مسبح حليله. شوف الله عليكم العالى. الله عليكم. وين ظهرنا؟ على حد كيكينات. كيكينات شرق وغرب. شوف فيهم سوى شناب ما ادري شو. شو بقول؟ دنيا ودي. شو تبى كله موجود. بس الا ابوي ذهب عمرك. ذهب عمرك يوم الا بيزات شل. كم متر ومتشل بيزات شل. شوف بالله عليكم. شوف اللون. كلهم بربل. لب واحد ولا اثنين. كلهم بربليات. يا سلام. قرب الله تعدوك يا البربل. شو مسوي مدوخ بالعرب. انا تحق الحين صورت هذا الرجال. هذا شيبه اذا ما شي عمره 80 ولي وياه يمكن يبزيها ويدلعها. ونحن الرجال من يجيب ابوي بذرتين ثلاث وصلت حرمته 45 47 قالها ابوي وجايب لها ورد ويطعم كليبها ويسبحها ويسشور راسه وهي عيوز معبر الدهر. ونحن الرجال حرمته من توصل 47 45 يلاسي عاملها كانها يده السكن. زي هي يده السكن وانت عجله الزمن وقفت عندك خلاص. يعني عجلة الزمان يعني خلاص هي كبرت وانت بعك يعني توي هو بادي عندك. يعني اقولكم مصيبة حد من العرب سبحانك يا رب ما يشوف عمره. البقرة مثل ما قالوا العرب اللي من غير البقرة ما تشوف حياها الله يعزكم تشوف حياها ليه قدامها.
فلذلك يعني هاي محنة سمعتوا بها بلوى الغافلين، هاي هي بلوى الغافلين. والله قم ظني حرقي من فقارة من الوحدة توصل 47-45 خلاها بوية وقف زمان دي. الله يا أبوك يا نياسي يتقارون تحراهم حمام يتقارون وهم معبرين الدهر، ونحن أقول والله قم ظني الحرمات اللي عندنا من الوحدة توصل 43-48-50 مثل ما قلت لكم، والله إني يخلونهن وقف وقف لازم الوحدة بوي سامان ديقة يلسي بوي في البيت ورب عيالك وما أدري شو وديري بالك على البيت وحق الضيف وحق المواييب ويودر وهو مرتقد. هاي يسمونها حبل أناني، هاي يسمونها هينان. هذا الله يسلمك الرجال قال لي بوي يسلم عليك مسؤولي. قلت له مسؤولك منو؟ قال لي سامي. سامي منو؟ قال لي مديري. قلت بوي أنا ما أعرف كنت بعرف مديرك ولا أعرف. والله العظيم إنها مشكلة. تعال بوي تعال بارك الله فيك. هذاك حسار زقار رباعته قال لهم تعالوا داخل الدكان خالد أو قال لهم أبو محمد ما أدري شو قال لهم. المهم يوم يعني هم سلموا عليه وهو تسوى عمره متفاجئ في متفاجئ أبي يعني. قلت الله أكبر عليك، أنا حيد الملاقة في الحريم، هذا أبوي أكبر ملاق. يلا الله الله يحفظك. يلا مع السلامة حبوب. عندك دهن صح؟ أنا؟ دهن وفي لندن؟ بارك الله فيك. والله العظيم أنت مشكلة، اسأل عن دهن وفي لندن. إنك نهارت هالشيء. هذا الله يحفظكم هزاع ولد عبد الله بن صلهوم. عبد الله بن يمعة بن صلهوم. سعد يدك يستوي سعد؟ يدي هي يدك لو يد ابوك؟ لا سعاد ايش اسمه؟ يد ابويا. يد ابوك هي ضحكت عليه؟ اي نعم والله اللي ما كان ريله اليريور. ايوه ورد عقب ابوك وكان اليريور اللي ما كان ريل يدك. لا اله الا الله. قويه يلا في مال الله. هذا ابوي بن صلهم من من من, من هل يردون من هالغاقه الاول. يلا في مال الله الاخرين لك دعت الله هم الصلاح من الاول يرانا اهلهم مدينة زايد. هذا أبوي استوى في المشرق وقوم أبوه ربا ويانا في مدينة زايد. أبوه وعمه مبارك حياتي مع ابن صلحوم جايب أولاد اثنين يمع مبارك وعبد الله وبنت فعل الله يحفظها دكتورة عفرة. حياتي مع ابن صلحوم جايب ثلاث بذرات، جايب عبد الله بن يمع ابن صلحوم وجايب نعم يس ومخلف يمع بن صلهوم، مخلف الله يحفظكم عبد الله بن صلهوم ومخلف مبارك بن صلهوم ومخلف دكتورة عفرة بنت يمع بن صلهوم ثلاث بذرات مخلف على الله إن شاء الله يفلق ويرحمه وأمهم رزنة. إي والله ناس طيبين تياورنا بياهم ذهب ناس ما حد شراتهم ما حد شراته يسوي النوم العيد ديورنا وياهم من أيام الطفولة لي دار بلي دار بينه وبينهم ماشي سكة بينه وبينهم. ورا بيتهم ورا بيت قوم يمع بن صلهوم بيت حياة ميرة بتهزين بيت شليويحي عليهم الجنة. هي والله مشاهد بيت مشاهد بيت قوم يمع بن صلهوم بيت بن ياعد اثنين اخوان اثنين والله نسيت حتى اساميهم اتذكر اسم الحريم اسم راعية البيت قماشة هذاك اخوه الثاني اسم حرمته عيد. اي والله وابوها يسمونه بن صالح. اي والله اسمه بن صالح كان عمى ما يشوف الله يغفر له. نسيت والله من 40 سنة ما في شيء أبهم على بالي. شوفون هذا اللي جبناه مفتلت والله سبيد 1000 ترى عمى ما يشوف. والله يا أبوكم عنده عصا قرب الله تعدوه. والله يا أبوكم ور سبيد 1,000,000 ترى عصا عنده. والله أنا ما أتحرى اللي عنده عصا يتهبه يمشي شوي قرب الله تبرق سبيد 1,000,000 ها في 4 ما ربت الحقه. تدرون وين جاي يمشي انا حين تقريبا من عدال ايل اسكورت
وين كرومويل هسبتال خطف لين هاردز وقطعان هاردز وهناك وحين جدل مايفير وساير سيده متحه لين ان شاء الله سلفرد وبتعشى دق لي بالمر يقول لي ابو محمد كيف يعني معقول نحن في بلاد وحده ولا تلاقينا قلنا قلت لي ابوك منك انت شاغل انك زمانك عني الاول في راس السنه يوم انت محد عندك ما شيء مشكله وحينه لا انك زمانك قال عيل حينه انا ودر قوم هلال وياي جداي حين في الوي انت لاقى ان شاء الله قبل اكسفورد وبيصير بي عند قوم هلال بيصير بي عند قوم هلال وبتغدى انا للحين ما اكلت شيء والله على ريوقي من الصبح تدرون وين جاي يمشي انا حينه تقريبا من عدان ايل اسكورت وين كرومويل هسبتال خطف لين هاردز وقطعان هاردز وهناك وحين جدل مايفير وساير سيده متحه لين ان شاء الله سلفرد وبتعشى دق لي بالمر يقول لي ابو محمد كيف يعني معقوله نحن في بلاد وحده ولا تلاقينا قلنا قلت لي ابوك منك انت شاغل انك زمانك عني الاول في راس السنه يوم انت محد عندك ما شيء مشكله وحينه لا انك زمانك قال عيل حينه انا ودر قوم هلال وياي جداي حين في الوي انت لاقى ان شاء الله قبل اكسفورد وبيصير بي عند قوم هلال بيصير بي عند قوم هلال وبتغدى انا للحين ما اكلت شيء والله على ريوقي من الصبح يا ابوي هذا وبالمر بالمر سلام عليك طلعين اشاعة علينا هي او انك انت زعلان علي لا والله ما يطيع زينك ازعل على اللي يزعل عليك انت ابوي ما تزعل حد الله يبارك فيك انت ما زعلتني يوم انا في الشتاء وقت البرد الحين بتزعل لي وقت الحر الله يسلمك جزاك الله خير بالمر كيف حالك ابوي الله يبارك فيك كيف انت الله يسلمك والله مليون مرحبا شو تروح عنا باكر شو اسوي شو اسوي ابوي دار عنا تبهلها يا ابوي الله يسلمك اي والله ما بلي الدحيل الوله ان شاء الله على راس السنه راس السنه عاده من تاريخ 20 لتاريخ 5 خلاص 15 يوم كونفيرم ان الله يجعلنا من الحين ما كانت كيكه كانت كراميل تاهل الكراميل شو شرات ربيعك هذا يستحي من الكاميرا ما عليك منه زين منور ما شاء الله روحك كيلوين شرات غزال فل سبيد الحين انت ليش ما تبغى تصور؟ يستحي من الكاميرا شوف تعال تحمر تصد وراك ياسين ويصورون داخل يا ويلك يا الله عرب يا الله هبلاك تفتشت ها يلا يلا يا رب ما الله الله يحفظكم شاورت كيف بصورك ما بيطيع لك مرحبا والله زايد حالك الحمد لله على السلامه تيت من اسبوع طال ما شفناك والله كنت شويه بعد يا رك الله هذا الله يحفظكم غداي اليوم هذا غداي الله يحفظكم هذا عباره عن دياي وهذا لحم كده يطابخ وهذا يسمونها فطاير وما بس الحمد لله بتهبس شوي من هذا وشوي من هذا شوي من هذا وبالمر هذا قال ابوي ما يبى احنا الله يحفظكم تعرفون هذا الفريج اللي يظهر بك من سلفرج خنخوش هذا يظهر بك جدا شو اسمه مال الكراميل كوت وين اللي يبيعون كراميل هذا وانت ظاهر الحين على الطرف هذا المطعم أول مرة نشوفه ما تكلمنا فيه سان جيمس ستريت هو مطعم والله يبين عليه زين شفته طويل عند عالم ورخيص رخص التراب هذا الطلب الواحد بـ15 جنيه يعني والله شكله فنان ما يندرى شو هالمطبخ لكن يبين عليه فنان يعني نعم هي بالحمد وشكر يلا خلينا منك يا عيلان الله يطول كيف حالك انت والله مليون مرحبا مليون مرحبا حنوا هالي وراي هب ابو محمد مرحبا ان شاء الله نفس المطعم يينا ابو محمد لك مرحبا شيخ يا مرحبا كيف حالك عيلان ابوي انت الحين هاي جماعك ما خبرتنا بنو هذا الرجال اول بادي اكبر شخصيه ما عليه سامح ما عليه ما بيصير صور منو والله هذا اكثر شخص محترف الامارات الناس كلها محترمه لا منو عاد الرجال هذا راشد العميره طول
بالنعم. هذا الرجال لا هذا ربيعنا. واحد توه ويانا. تميمي. تميمي وين وين صار؟ الحين بيجي. ما منو قلت لي هذا؟ عيلان؟ منو هذا؟ راشد بن عميره. راشد بن عميره والله والنعم. الله يطول عمرك. والله والنعم. حد يخصكم بالعميره اللي ابو ظبي؟ نعم. ما انا حسبت الطول. خلاص خلاص كزبي. اقول لك. اقول لك. اقول لك. هذا هذا منو؟ هذا محمد التميمي افضل طيار. ارمس انت ما علينا كم اعرف عليك. اكسكيوز مي جو وين والله ما تعطيه والله ما تعطيه والله ما تعطيه ماشي بيزات تنزيل اخر شهر اخر شهر عيدين نوت فور يو انت اقول لك منو طلع عليك هذا التميمي طول بعمرك وزير السعاده والترفيه والترفيه طيار شو يشتغل هذا ابوي شو يشتغل هذا طيار طيار نعم الله ما شاء الله ما شاء الله ما تبارك الرحمن الا الله يحفظه جزاك الله خير اي حليلك يا ابو المر ها ساحله ها يما يا سيري بارك الله في سيري يا ربي يما انا اروح القط الحاس من على ظهور الناس ما ياتيني الا انا اندوج صبري صبري لا لا This is 5 pounds. Give me 3 and take 5. No, 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 no. والله لو تنطر الخمرة تراتك خلا. Give me 3 pounds and take this 5. هي نعم كان تبي. دوي كان. أبي ما أكو كولا. يلا. دوي. والله عنده خردة. يلا يلا. يلا هذا حجزتيني. تعالي تعالي ها. دوت. تعالي كام جوكينج. يلا. زين طير شو عشي طير هو حين 787 وتربل 7 طال عمرك صدق والله تبارك الرحمن يعلى الله يحفظك اقول اقول يا سعد حضنا يا سعد حضنا بهالشباب الفنان نعم والله يا ابوك هذا فخر لنا يوم نعرف ان شبابنا تبارك الرحمن قابضين هالوظائف الكبيره الله يطرح فيك البركه الاتحاد بعد ترى الاتحاد ما شاء الله ما الاتحاد ها ما شاء الله ما شاء زادك فنان ابوي تطير على الاتحاد اقول تميمي يا سعد حظنا يوم انت طيارنا في طيران الاتحاد يا سعد حظنا والله برك كم من ساعه شرف لنا طال عمرك كم سنه تطير من 1999 19 سنه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله و380 من متى 787 و777 انت ما انت ما طير 380 ما طير 380 عمبوق طال عمرك ما شاء الله ما شاء الله لكن انت ما شاء الله شيفك مال 380 ميدانيه 380 شوف طال عمرك 380 ما علي الامور طيبه الله يحفظك يا الله يحفظك عيلان اقول لك هذا الرجال من وحينا شو يشتغل هذا هذاك عرفناه طيار راشد اي راشد الله يطول ولا ولا سلي بنخلص طال عمرك عشانه وبنسولف معك لا لا حينه ضروري راشد بن عمير طال عمرك هذا زين شو يشتغل عاده؟ ها؟ رجل اعمال انا كمبني كمبني عود انا اشوف الوجه وجه كمبني مدير مدير ليش يا اخي الكمبني كلهم عيونك بيض يتصالقون؟ انا مهندس مدني موظف في شركه الداخل العقاريه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لكن مع هذا بعد كمبني ايه عرف الله الكمبانيه يا اخي كم يردون حمره ببيضه ما يباله خجول شوفه ما يقولون نحن كمبانيه بعد اي نعم والله ولا يطرون ولا حنتير يقول لك انا كمبانيه غرب الله اي والله هذا معاه ما عنده شيء الحنتير هذا زين هذا ابو الرجال مرحبا سامي مرحبا بخير امي ها وصلت لخالدي لا تزعلين هزمتني هزمه العالمين قالت كيف ما تعرف محمد مرحبا 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 وقالت قربه وقهوه وسوله وسولف الحين يوم حادث هل هطعنا وقالت حلي ويوزوني الرجل الحين انا اسبوع وانت من شهر هني انا اكلمك ما ترد ما شاء الله احبابك كذا الله يحفظك الله يجيدهم ان شاء الله ها طيب ها سلام عليكم How are you my friend? يحضر علي تاريخ ميلادك؟ ايه 1921 الله يطول عمرك يا ابو محمد عمرك لا خلينا من يا مرحبا والله من اليوم مرحبا بن صالح الحين طال عمرك برد هوادي لا خلينا ابوني هالشهر مستخل من الاحباط اليوم يوم شفتك فاز هذا شوفك العافيه حبيبي امين ان شاء الله العافيه كم بعك وايد؟ بعدنا بعد 5 ايام انا باكر ان شاء الله لو طياره بتصير فيها بتشلني بطير وياك وارسل انا بخر
اخر نازل علينا يا ابو محمد. يلا يلا اخوي، هذا راعي البطين وهذا ابوي راعي السمحه، ما شاء الله عليكم. وانا مدينه محمد بن زايد ومتوايهين في لندن. سبحان الله. اي والله بس انت رياضي يا ابو محمد. لا شوف اقول لك، هذا واحد عندكم ها غير طلاته. ايه شوف ايش تسوي. حطه الله في حامية اللهب، لا تعطيه ما وراها. أقولكم صبر بخير، خلي بخبر اللواد زين. الله يعزك العود جلد زين. أقولكم اليوم ساعة المظاهرات، ما أقولكم عن البقر أو أن كلوا البقر الكبار. الحين ابوي حمد هو خبرني شو السالفه؟ السالفه هذه الناس فيجيتيريانز ويقولون حرام. فيجيتيريانز يعني اللي ما ياكلون لحم، ما ياكلون لحم بس ياكلون خضره، ويبون العرب كلها تودر اللحم. لا هذا يقولون هذي لهم حقوق وناس كيف شيء ياكل شيء، يعني لا تاكلون الاشياء الحيه. بعد بني ادم يعني مثل في روح ادم، هي في روح. هم يعتبرون ان هذا شيء مستقل، هو الله سبحان الله جايبينها هاي بهيمة عشان الإنسان يأكلها. هي نعم. لكن هالفيجيتيريانز يتحرون إنه لا لازم ما يأكل. أكلوا فاصوليا ولوبيا ونخل. كمين مستقيم فيها الله يهديهم، شو يبون يسوونه؟ ما عندهم شغلة يوم السبت قالوا ما نسوي. الله ينهم دحر. ما عندهم شغلة. أقولكم صبر بخير، خلي بخبر اللواد. زين الله يعزك العود جلد. زين أقولكم اليوم ساعة المظاهرات، ما أقولكم عن البقر أو أن كلوا البقر الكبار. الحين ابوي حمد هو خبرني شو السالفه؟ السالفه هذه الناس فيجيتيريانز ويقولون حرام. فيجيتيريانز يعني اللي ما ياكلون لحم، ما ياكلون لحم بس ياكلون خضره، ويبون العرب كلها تودر اللحم. لا هذا يقولون هذي لهم حقوق وناس كيف شيء ياكل شيء، يعني لا تاكلون الاشياء الحيه. بعد بني يعني مثل في روح ادم، هي في روح. هم يعتبرون ان هذا شيء مستقل، هو الله سبحان الله جايبينها هاي بهيمة عشان الإنسان يأكلها. هي نعم. لكن هالفيجيتيريانز يتحرون إنه لا لازم ما يأكل. أكلوا فاصوليا ولوبيا ونخل. كمين مستقيم فيها الله يهديهم، شو يبون يسوونه؟ ما عندهم شغلة يوم السبت قالوا ما نسوي. الله ينهم دحر. ما عندهم شغلة. لازم أول بالي مصور وياك أنت. سلام. زين زين الحين دخلت عليك عرض أنا. زين أنت من وحينا؟ عارف محمد رميضي. والله والنعم والنعم والنعم. أسلم عليك أم عبد العزيز. نعم. وأم سعيد. إيه. وموصينا نسلم عليك. الله يسلمك ويسلمك. ما شيء أبو كله أب؟ كله أب. شو أسوي؟ والأمهات. الأمهات. الله يسلمك. الله اللي يخلينا منهم. رد السلام على الكبار والصغار. مرحبا. هاي صغيرون منو؟ ولا صغيروني؟ حصة. حصة حصة ما شاء الله على حصة من الله عليك الرحمن الرحيم. يلا الله يحفظها. يلا يركب في داعة الله حبيبي. في داعة الله. زين. زين ابوي الحين انت منو بارك الله فيك؟ انا عمي حمد. عمك انت ولد اخوها؟ وهذا الرجال منو؟ احمد ياسر محتفل اثنين. والله والنعم. وهاي الاخوي معروفين. والله مليون مرحبا، مليون مرحبا. هذاك تدرب هذا الرجال منو؟ هذا ابوي اللي عنده الخياط مال المقاصير. هذا كمبني مال المقصر. مال المقصر هذا ابوي اللي عنده المحل مال المقصر. هذا اللي مسترنا في البيوت. هي والله هذا ابوي تدروح سالفته. هذا الحين يطالبني بيزات مال الخياط. ما تشوفون يا روان؟ اقول له اصدق ابوي في علبايه بيزاته. حلو انا خايف انها ابوي هو ابو ظبي. ابو محمد ما يقصر عن حد. بالبوند تسلم. يدي قبل لا ياخذ. محمد نعم بالباوند. بالباوند بعد؟ ايه في كل دولة بملتة. ايه بعد شنو؟ يا ابوكم لان الربع كلهم لاصقين وياي ولاصق وياهم ومن ياهم بن هيان شلهم كلهم اخذهم اخذ عزيز مقتدر ومن هاك اليوم ما شفناه. خلاص هذا من باكر لك. لا باكر انا مسافر بارك الله فيك. جهز جماعة اللي وياك منو؟ اول هذا الرجال منو؟ الشاعر. والله والنعم بالشاعر. ولين هناك ما اعرفهم انا كلهم خويش الله خويش الله. والنعم 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. ها سكروا الطريق ما شاء الله ما شاء الله على هذا الدار. وصار عندهم عندكم لا بناخذ لفه اول شيء في هذا المكان. والله مليون مرحبا. مليون بعد الاضاءه وخليكم تلفون شيء عشان يبين الصوره. تعال تعال مني. يلا عليك. والله عشان يظهر وجهك عدل. لا 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 يا ربي محلاك بديت ابيض. والله مليون مرحبا بن هيان. سالم العامري انت الحين في ربوع لندن بارك الله فيك.
نبي شيء طيب. يقول تعال في لندن وصيب. صيب. الجو غيم وماطر وتو. اترك على الدنيا وكيف كان تبغى دوم حلو. يا سلام يا سلام يا رك الله يستعب عن وحده. وعده يقول طول عمرك. لا ما عليه خذ راحه بعدين باخذ سلك لكم عاد هذا بالذات ما يحب يصور هذا الرجال ما تحب تصور كل يوم ما دني التصوير وحينه الحين ما غصب طيب وطيب يلا ما له شباب مع السلامه مع السلامه يا حمد سامحونا مشكورين والله يجمع ما بين على ما يحب مع السلامه ابوي هذا ابوي ربيعه الاول ربيعه ابوه وياي في المدرسه عيل ابوه كان عندنا صور كان ربيعه يلا مع السلامه حبيبي ما له لا خليتكم مع السلامه وصلوني ابوي لين المكان هذا ها وسارب وانا الحين بسير عند قوم سعيد حمر عين بجلس عندهم شوي وانا عقب ان شاء الله اني بتوكل على الله بسير عقب بسير الله يحفظكم بسير فندقي بسم الله زيغوني هلا ها ها بشيركم هالشباب الفنانين تبارك الرحمن ها الحين انتو توم لو شو صدق والله والله انا اسوي لي سوالف لا الله يحفظك ان شاء الله انت براس الخيمه نعم. شو اسمك انت بارك الله فيك والله والنعم طالب الشحي ها طالب الشحي وهذا طالب الشحي غالب وطالب نعم حتى دي كانوا شيء في عمان نعم شيء حكام ما ادري شو سلاطين شيء منك شيء من الكبار هنا ابوك عندهم كانت والله صدق انا من نعم صح ما شاء الله هذا ابوك الله يحفظه باهس باهس يعني ما شاء الله عليه انسان عارف الله يطول عمرك امين ما شاء الله باجي هو الوالد الله يحفظه ويطول بعمره يا ابوك زين سويتهم سميتهم هالاسامي الفنانه الله, الله يحفظهم ان شاء الله لك ويبلغك ان شاء الله في احفاد احفادهم امين ما شاء الله يعني زادكم داد زين ما شاء الله جوري جوري محتفل جواتي ما شاء الله عليكم الله يحفظكم ويخليكم ان شاء الله وحين اول بادي انت اول بادي شو اسمك يوسف شاهين خليفه البعني والله والنعم ما عليك زود انت من هالسعوديه اي ما احتاج شي بقعكم الجبيل ها الجبيل والله والنعم ما عليك زود ابوي احمد يوسف اسماعيل البعني والله من الجبيل تبارك الرحمن وانت ابوي احمد العكبري من ابو ظبي والله والنعم 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 والله مليون مرحبا وسهلا الله والدينا والديك ان شاء الله ابرك من ساعه اشوفكم ورحنا بكم انتم دم ولحم يعني دم يجري في عروق الوحده الله يحفظكم ولا يقطعنا مواصلكم ويخليكم يخليكم حكومه وشعبا الله يرحم والدينا والديك من الصبح لين الحين 27 كيلو ما شاء الله تبارك الرحمن 27 كيلو سيرتي ويتي هذه المعاماة كلها الحمد لله رب العالمين أكثر يوم مشيت هو اليوم وداعية ترى آخر ليلة آخر ليلة فيش انتي يا لندن فلذلك أبوي يوم كديت عملي كد البلاء وقوم هلال أبوي تموا هناك بعدهم ما أدري وين بيلسون لوبي ما أدري شو قالوا حش علي اسكنت ويت فيزرهم في لوبي ما يبون اللي يلسون ودرت أبوي كم الطريق حين أجري بوصل الحين قرب بناية حياة الشيخ مسلوم ما شاء الله نحن بسير فندقي وبحط راسي وبنطبن تعبت عاده اليوم ما بهذه هي السالفة السالفة المطعم اللي تعشينا فيه اليوم هذا منتقى هلال لا متنقلنا المطعم قال لي خالد اليوم سري يقربنا المطعم هاك هو خاطف لقط وعيانهم شرات الفخار وفي الحيمات مشوايات وما ادري شو يوم صرت انا طلبت اللي قالها هلال مطعم عادي يعني الاوردرين كلهن ب 20 جنيه ما ادري 30 جنيه بعد هاي لاك حاسبه والله الشباب اللي جايين الطيار وهذاك شو اسمهم نسيت والله هاك الرجال ويا شباب هاك اللي اوحل دبي هم اللي حاسبوا انزين حاسبه وقوم عيلان ورباعته هذاك التميمي الطيار واللي دفع الحساب هاك الطويل اللي قاعد في عدال على يميني والله نسيت شو اسمه ما شاء الله عليه على الله يحفظه
الحساب يعني المطعم الوجبة يمكن أظني بعشرين جنيه ولا 25 جنيه، يعني حتى 100 جنيه ما وصل كله كامل، ثلاثة أربعة خمس طلبات طالب أنا، من غير الكنافة من غير عزرائيين وطحنة الزمان المراد الأكل. أبوي صاهر ريج، والله إني اخترت الصيدلية وصلت حبتين مال الصاهر، والله ولا يابهن مال يوحي يا غير مثل الأكل التركي، المطعم التركي ولا مثل المطعم اللبناني اللي كنا فيه هاك اليوم. لا والله ظلم شيء، مطعم مال يتك عما تقول ما يتك مال يواع سد حاية. هاليابان طرشين لي فيديو مال رحلتنا، مال هاي يوم يكشتونا يودونا اليابان المتاحف والمعابد واليزر وما القطارات والطيائير طحنة الزمان، ما خلى شيء مساكن اليابان ما ودونا فيه ولا آلة. حتى هذا القطار الطلقة ما أدري كم 600 كيلو يمشي في نص ساعة ما أدري كم، بعد ما قصروا فينا جزاهم الله خير. فهمت ليش اللي فيديو قلت أحب أحط لكم إياه، صغيروني نص دقيقة أظني الحين هالدقيقة من الطرشين الحين، وقلت الحين بحطها لهم، بما معنى أني أحط حق المشاهدين يعني حق يطالعونه وقت اللي يتلقفونا في المطار يعني. هاي الشركة اليابان ما شاء الله بلد جميل وناس مؤدبين، الأدب والسمو والأخلاق والرفعة يعني والاحترام اللي عندهم والأمن والأمان مش موجود في أي دولة في الكون. ناس مؤدبين ومحترمين بطريقة خيالية ومنظمين منظمين منظمين يعني زيادة على اللزوم. Hello, thank you very much. Thank you for inviting Al-Khaldi and his friend to Tokyo. Thank you very much. Thank you so much. شكرا جزيلا. Thank you. انت بتاخذ وياي صورة؟ ما بقى ناخذ وياك صورة؟ خلاص كفيت. لا وحين بعد مرة ثانية. شو اسمك انت؟ طحنون. والله بالنعم طحنون. ايش حالك حبيبي؟ من العين انت؟ والله بالنعم. الموز سلام عليك. الموز يا ميال لغصوني ايش حالك مايا؟ ناقبتني والله. يلا مع نحن. انزين لا هذا دوري انا. يلا مع السلامه الموز.